بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة سنة أولى ثانوي شعبة آداب، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. طلبا من إحدى المشتركات تطلب مني مراجعة عامة لدروس السنة أولى ثانوي، إذن إليكم جميعا هذه المراجعة العامة. راح نديلكم لكل درس تمرين، وراح أحاول في كل تمرين أن أشرح قدر المستطاع هذا الدرس. إذن بالتوفيق للجميع. إذن جبت لكم اليوم تمرين جد جد رائع شامل، هو التمرين على المدور رتبة مقدار والكتابة العلمية. إذن إليكم التمرين. يقول التمرين A و B عددين حقيقيين، حيث A يساوي 35.2857 واحد، أو يعني ممكن نقراوه رقمين رقمين، ثم ب يساوي 160 في 10 أس ناقص 5. يقول السؤال الأول: أعطي مدور للعدد A إلى الوحدة ثم إلى A، ثم إلى 10 أس ناقص 1 ثم إلى 10 أس ناقص 2. إذا هنا إلى الوحدة ثم إلى رقم واحد بعد الفاصلة ثم إلى رقمين بعد الفاصلة. ثم بعد ذلك السؤال الثاني: اكتب العددان A و B على الشكل العلمي، يعني الكتابة العلمية لأ و ب. السؤال الثالث: عين رتبة مقدار العددين أ و ب. رابعا: عين رتبة مقدار كل من الأعداد أ مربع في ب مربع ثم أ في ب الكل مربع، ماذا تستنتج؟ إذا نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: طبعا كي يكون عندكم عددين مطلوب منكم المدور إلى الوحدة ثم إلى 10 أس ناقص 1 ثم إلى 10 أس ناقص 2، أنا أفضل في هذه الحالة ندير جدول، جدول راح يسهل لكم العملية. إذا نبدأ على بركة الله. إذا عندي A هو 35.2857 واحد. إذا كيف أدور هذا العدد إلى الوحدة؟ الآن وش راح ندير؟ هنا المدور إلى الوحدة تاع العدد العشري هذا، راح دائما نأخذ أولا العدد الصحيح، ثم الجزء الصحيح تاعو هو 35، ثم بعد ذلك قبل ما نأخذ الجزء الصحيح راح نشوف العدد الأول الذي يأتي بعد الفاصلة، يعني الجزء من 10 هذا العدد. إذا كان هذا العدد اللي راه 2، إذا كان محصور بين 0 و 4، راح ندي المدور إلى الوحدة الجزء الصحيح فقط. في مثل هذه الحالة عندي 35 فاصل العدد الذي يلي الفاصلة هو 2، إذا المدور إلى الوحدة في هذه الحالة ندي فقط نكتب 35. أما في حالة وين يكون الرقم الأول بعد الفاصلة محصور بين 5 و 9، راح أضيف زائد 1 للجزء الصحيح. أتمنى أنه مفهوم. سبقت عرض التمرين على هذا المدور وشرحته بطريقة أيضا مبسطة. الآن نجي إلى المدور إلى الوحدة إلى 10 أس ناقص 1، يعني الجزء من 10. لاحظوا معي، إحنا عندي العدد تاعي عنده الجزء الصحيح تاعه هو 35، ثم بعد ذلك تأتي الفاصلة. إذا هنا المدور إلى 10 أس ناقص 1 ندي الرقم الأول بعد الفاصلة، ولكن طبعا نطبق نفس القاعدة. إذا كان الرقم الثاني بعد الفاصلة محصور بين 0 و 4 نديه كما هو، يعني تولي 35.2. أما إذا كان الرقم الثاني بعد الفاصلة مثلا هنا 8 بعد هنا بعد 2 يجي 8، 8 محصور بين 5 و 9، راح أضيف هنا الواحد للعدد 2، أو بمعنى آخر نضيف 0.1. وش يولي لي؟ يولي لي 35.3. إذا نكتب المدور الوحدة إلى 10 أس ناقص 1 هو 35.3. أتمنى فقط أن يكون الشرح لحد الآن مفهوم. الآن المدور إلى 10 أس ناقص 2، نفس العملية، ندي العدد 35.28، يعني رقمين وراء الفاصلة. كيما قلتلكم 10 أس ناقص 2 أو 10 أس ناقص 3 دائما حسب الأس تاع العشرة، هنا رقمين وراء الفاصلة، إذا راح يكون 35.28. ولكن قبل ما نكتبو راح نشوف العدد
الثالث إذا كان محصور بين 5 و 9 راح أضيف دائما هنا في الحق نقول 0.01. إذا كي نضيف 0.01 واش يولي لي؟ 8 + 1 يولي 9. إذا المدور إلى الوحدة إلى 10 أس - 2 يولي لي 35.29. إذا نكتب 35 فاصل عفوا هنا فاصل 29. أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا السؤال. نتابع. يقول سؤال ثاني، اكتب العددين A و B على الشكل العلمي. بطريقة أخرى يعني أعطي الكتابة العلمية للعدد A و B. نبدأ على بركة الله بأول عدد هو A. A يساوي 35.2857. إذا هنا هل هذا العدد مكتوب على الشكل العلمي؟ لا. لماذا؟ لأن باش يكون A مكتوب على الشكل العلمي لازم يكتب على الشكل التالي، يكتب على شكل A في 10 أس آن. طبعا A عدد عشري محصور بين 1 و9. لازم يكون هذا الأ هذا مينيسكول محصور بين 1 و9. هنا الجزء، هنا العدد العشري تاعي راح 35 فاصل هذا العدد يعني 28.57. إذا 35 جزء الصحيح تاعو ليس محصور بين 1 و9. إذا نردوه محصور بين 1 و9. واش راح ندير؟ راح أزيح الفاصلة من هذه المرتبة إلى هذه المرتبة، يعني تولي لي 3.5. الآن إذا A تاعي واش يولي لي؟ A نكتبه بالشكل العلمي، يعني 3.528571. ولكن حذاري، هذا العدد لا يساوي هذا العدد. باش يساويه يعني انتقلنا من 35 فاصل إلى 3.5، يعني صغرنا العدد. إذا باش يكون هذا العدد يساوي هذا العدد، فاش نضربه؟ فاش أزحت الفاصلة عفوا بمرتبة. إذا لازم نضرب هذا العدد في 10 أس، قلت في 10 أس 1. لماذا؟ لأنني أزحت الفاصلة بمرتبة فقط 1 نحو اليسار. إذا الآن في هذا العدد اللي كنت تحسبه بالآلة الحاسبة 3.52585 في 10 راح تلقاوه هو نفسه 35.28751. إذا هذا العدد الآن هو مكتوب على الشكل العلمي. ننتقل على بركة الله إلى العبارة ب أو العدد ب. ب مكتوب على الشكل 160 في 10 أس - 5. الآن هل سؤال ب مكتوب على شكل علمي؟ لا. لماذا؟ لأن العدد هذا ليس محصور بين 1 و9. باش نردوه محصور بين 1 و9 لازم نردوه، ننقل الفاصلة من هنا إلى غاية الواحد. إذا 1.60، ولكن حذاري 1.60 لا يساوي 160. إذا باش نردوه يساوي، فاش نضربه؟ ضربوه في أزحت الفاصلة بمرتبتين، إذا في 10 أس 2. ولكن مرة أخرى ما ننساش 10 أس - 5 تاعي، إذا في 10 أس - 5. ثم بعد ذلك هنا نبسط الأسس القوى، نستعمل درس القوى هنايا. إذا 1.60 أو 6، ممكن نحس 0 لا لازم له. إذا تولي لي 10 أس، هنا 10 أس 2 في 10 أس - 5، نجمع الأسس 2 - 5. وتساوي مرة أخرى 1.6 في 2 - 5، 10 أس 2 - 5 يخرج لي 10 أس - 3. أخيرا بتاعي يساوي، إذا هذه هي الكتابة العلمية لأ وهذه هي الكتابة العلمية لبي. الآن يطلب منكم السؤال الثالث، رتبة مقدار أ وبي. إذا رتبة مقدار نبدأ بالعدد أ اللي هو يساوي 3 في 52 85 71 في 10. هي أولا كي يطلب منكم رتبة مقدار راح نلقاو المدور إلى الوحدة تاع هذا العدد. أولا مدور هذه الوحدة إلى
مدور الوحدة تاع 3.52 75 إلى الوحدة، قلنا أن نأخذ الجزء الصحيح، ولكن شوف العدد وراء الفاصلة، محصور بين 5 و9، إذا أضيف زائد 1، إذا رتبة مقدار هي 4. طبعا ما ننساوش في 10، نخليه كما هو، نشوف رتبة المقدار تاع العدد ونخلي القوة تاع 10. نفس الشيء لي بي، بي هو 1.6 × 10^3، نشوف مدور الوحدة تاع 1.6، نلاحظ أن الجزء الصحيح هو 1، ولكن وراء الفاصلة عدد محصور بين 5 و9 اللي هو 6، إذا أضيف زائد 1 ويساوي 2، ما ننساوش 10^3. طبعا الشيء ملاحظة أخرى، إذا طلب منكم رتبة مقدار أي عدد وهو غير مكتوب بالشكل العلمي، لازم عليكم كملاحظة فقط أن تكتبوا العدد أولا الشكل العلمي، ثم تجيبوا رتبة مقدار تاعه. أتمنى فقط أن أكون واضح حالي في الشرح لحد الآن. نتابع، لاحظوا معايا، نتابع. سؤال رابع يقول: ما هي رتبة مقدار الأعداد التالية؟ أولا أ مربع في ب مربع، ثم أ في ب الكل مربع. لاحظوا معي، راح نكتب كل المعطيات. احنا عندنا الكتابة العلمية لـ A هي هذه الكتابة، والكتابة العلمية لـ B هذه هي هذه الكتابة، وعندنا رتبة مقدار A هي 4.10، ورتبة مقدار B هي 2×10^3. الآن باش نلقاو A مربع في B مربع، أول شيء راح نلقاو رتبة مقدار A مربع ورتبة مقدار B مربع على حدة، ثم نديروا الجداء تاع رتبة مقدار العددين. إذا نبدأ على بركة الله. إذا قلنا رتبة مقدار A، لاحظوا معايا، تبعوا فقط معايا، احنا نعرفوا أن A مربع هو عبارة عن A في A، وحنا عندنا قانون أو قاعدة تقول لإيجاد رتبة مقدار ضرب عددين راح نضربوا رتبة مقدار العددين. يعني هنا بما أن A مربع تساوي A في A، فإن رتبة مقدار A مربع ماذا تساوي؟ راح تساوي رتبة مقدار A في رتبة مقدار A. إذا نقول رتبة مقدار A مربع تساوي، ركزوا فقط معايا، كتبت لكم رتبة مقدار A مربع تساوي جداء رتبة مقدار A في رتبة مقدار A. إذا رتبة مقدار A مربع ماذا تساوي؟ احنا عندنا رتبة مقدار A كم تساوي؟ تساوي، لاحظوا معايا، تبعوا فقط معايا، تساوي 4/10. إذا راح نضربها في مرة أخرى في 4/10، ثم ندير العملية تاعي 4×4. إذا لاحظوا معي 4×4 و10×10، 10×10 كم تساوي؟ 4×4 تساوي 16، ثم 10×10 تساوي 10^2. إذا ما هي رتبة مقدار A مربع؟ هي 16×10^2. بنفس الطريقة راح ندير رتبة مقدار B مربع. إذا ركزوا معايا، رتبة مقدار B مربع، قلنا أن B مربع هو B في B، إذا كم تساوي رتبة مقدار B مربع؟ راح نضرب رتبة مقدار B اللي هي، لاحظوا معايا، اللي هي 2×10^3، جداء مرة أخرى 2×10^3. إذا نضرب الأعداد مع بعض، 2×2 4×10^3×10^3، واش تمدلنا؟ نجمع الأسس، -3 -3، إذا راح تمد لي 4×10^6. أخيرا لقينا رتبة مقدار ب مربع هي 4×10^6. إذا نكتب، إذا قلنا أن رتبة مقدار أ مربع هي 16×10^2، ورتبة مقدار ب مربع هي 4×10^ هنا ما تبانش، -6. إذا نتابع، إذا حساب رتبة مقدار الآن أ مربع في ب مربع، واش راح ندير؟ إذا نضرب رتبة مقدارين تاع الأ مربع والب مربع، واش تولي لي؟ تولي لي إذا رتبة مقدار ب مربع في أ مربع هي، نضرب العددين، 16×10^2 في 4×10^6. الآن نضرب 16 في 4 تخرج لي 64،
إذا تساوي 64، ثم 10 أس 2 في 10 أس ناقص 6 هي 10 أس 2 ناقص 6. نجمع الأسس يخرج لي إذا رتبة مقدار أ مربع، إذا نكتب إذا حصلنا على رتبة مقدار أ مربع في ب مربع هي 64 في 10 أس ناقص 4. ثم أخيرا يقول ما هي رتبة مقدار أ في ب الكل مربع؟ لاحظوا معي، إذا يقول أحسب رتبة مقدار الآن أ في ب الكل مربع. إذا وش راح ندير في هذه الحالة؟ راح نحسب أولا رتبة مقدار أ في ب ثم نربع الناتج. إذا رتبة مقدار أ في ب ماذا تساوي؟ هي احنا عندنا قاعدة تقول رتبة مقدار جدا هي رتبة مقدار الأول في رتبة مقدار الثاني. احنا رتبة مقدار أ كم تساوي؟ احنا لقيناها هي 4 في 10. ما هي رتبة مقدار ب؟ لقيناها هي 2 في 10 أس ناقص 3. الآن نضرب العددين، وش يخرج لي؟ 4 في 2 8 في 10، هنا أس 1. إذا نجمع الأسس، 1 ناقص 3 إذا تمد لي 8 في 10 أس ناقص 2. إذا هذه رتبة مقدار أ في ب. الآن راح ندير المربع. إذا ما هي رتبة مقدار أ في ب اللي هو هذا الكل مربع؟ إذا نربع هذا العدد. إذا قلت الآن نحسب رتبة مقدار أ في ب الكل مربع. إذا رتبة مقدار أ في ب الكل مربع هي مربع رتبة مقدار أ في ب. رتبة مقدار أ في ب لقيناها هي 8 في 10 أس ناقص 2. إذا نربع. إذا حنا عندنا القاعدة كي يكون عندكم أ في ب الكل مربع، لاحظوا معي نكتبها لكم على جنب، أ في ب الكل مربع هذا يساوي أ مربع في ب مربع. إذا نطبق هذه القاعدة، إذا واش تولي لي؟ تولي لي 8 الكل مربع في عفوا في 10 أس ناقص 2 الكل مربع. إذا 8 الكل مربع هي 64، 8 في 8 64 في 10 أس ناقص 2 الكل مربع. احنا عندنا خاصية في القوى، عندما يكون عندكم، لاحظوا نذكركم في كل مرة، عندما يكون عندكم 10 أس آن، لاحظوا معي آن الكل أس آن، هذه يساوي 10 أس نضرب العددين آن في آن. راح أطبق هذه الخاصية تاع القوى. إذا هنا واش يخرج لي؟ ناقص 2 في 2 ناقص 4، إذا 10 أس ناقص 4. الآن السؤال يقول ماذا نستنتج؟ إحنا لقينا رتبة مقدار أ مربع في ب مربع تساوي 64 في 10 أس ناقص 4، ورتبة مقدار أ في ب الكل مربع تساوي 64 في 10 أس ناقص 2 ناقص 4 عفوا. إذا رتبة مقدارين تاع الاثنين متساويتين، لاحظوا معايا. إذا الانسيتاج الأخير نقول أن رتبة مقدار أ مربع في ب مربع هي نفسها رتبة مقدار أ في ب الكل مربع. إذا حبينا نحسب رتبة مقدار مربع جداء مربع عددين فإنه نفسها رتبة مقدار جداء العددين ثم مربعهما. أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا التمرين الشامل والرائع لكل هذه المعلومات. إذا بالتوفيق للجميع، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله مع تمرينات أخرى للمراجعة. بالتوفيق للجميع.